مرحبا مشاهدينا، نبدأ اليوم معكم مشوار جديد وحلقة جديدة من برنامج جريدة ونت من على الشاشة العراقية الرياضية. اليوم الحلقة فيها الكثير من الأخبار في الصحف المحلية وأيضا أخبار السوشيال ميديا والأخبار العربية والعالمية، كل هذا بعد الفاصل. أهلا مشاهدينا، نبدأ معكم مشوار جريدة ونت بقراءة العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح، والبداية أيضا من الصباح وفي ملحقها الرياضي. شهد يجتمع بطاقمه لاختيار تشكيلة المنتخب الوطني. اختبار صعب لسلة الحجر أمام غزة الشمال. لا ملاكمون يواصلون نتائجهم السلبية. هذه النسخة الأولى من الصباح، وإلى النسخة الثانية مشاهدينا. مدربون المعسكر الثلاثي أفاد منتخب الجودو. أحمد عبد الجبار الكرخ عازم على مواصلة التقدم. عماد عودة لست قادرا على تقديم المزيد لنفط البصرة. هنا أيضا نوري مشاركة الاسكواش في بطولة إيران ملبية للطموح. أيضا الصباح في النسخة الثالثة، وهذه المرة العناوين عالمية فيها. جيمس يعمق جراح ويريرز في الـ NBA. بوكاتينيو باريس يحلم بموقعة البرنابيو. فرنانديز وأسوريو تبلغان نهائي مونتيري للتنس. كينيا تهيمن على ماراثون طوكيو. إلى صحيفة المدى أيضا في الملحق الرياضي لها مشاهدينا. اختتام بطولة الدراجات لأندية العراق. تتويج الصناعة والحضبة والرفاعي وبلايتي بالمرحلة الأولى. المنازعات تحكم لصالح شرعية إدارة الجوية. الشرطة والنفط في أقوى مواجهات الممتاز. اليوفي يرصد 7.5 مليون يورو لبوكبا. وهنا نامق يترقب المشاركة في دورة تدريبية دولية. كانت هذه المدى مشاهدينا. ننتقل إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة الزمان وفي الملحق الرياضي. الوفد الإماراتي يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي. أخطاء شائعة في إطلاق وتعميم التسميات المترادفة. درجال يبارك اختيار مصافي الوسط ضمن التصنيف العالمي للكرة الشاطئية. مواجهات جديدة في الممتاز وقمة منتظرة بين الشرطة والنفط. كانت هذه الزمان. ننتقل مشاهدينا الآن إلى صحيفة الدستور وأيضا في نسختها الأولى. الوفد الإماراتي يبدي إعجابه بملعب المدينة. اتحاد الكرة يبارك إنجاز مصافي الوسط للكرة الشاطئية. درجال يصطحب الوفد الإماراتي بجولة بغدادية. الأولمبي يواجه فيتنام ببطولة دبي. وكازنجان يشخص علة سلتنا. وعبد الرحمن يشيد بجمال بغداد. اختتام المعسكر المشترك بالجودو. إدارة الكهرباء تحصد لقب الأفضل. وطني مبتوري الأطراف وحلم المونديال. هذه النسخة الأولى من الدستور، وإلى النسخة الثانية مشاهدينا. بعد زيارتهم لبغداد الوفد الإماراتي يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي. سميرة الموسوي المعسكر المشترك أفضل إعداد لوطني الجودو. تحديد موعد منافسات الأندية بالكيك بوكسينج. وهنا عشتار بالمركز الأول في بطولة أوروبا المفتوحة بالجوجستو.
مستمرين أكثر مشاهدينا هذه المرة صباح الجديد وأيضا في ملحق الرياضي. الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز تفتتح غدا بخمس مباريات. منتخب سلة الكراسي يشارك في بطولة تايلاند الدولية المؤهلة للأسياد. محمد عبود سلمان مؤقتة الفروسية تعمل على إعادة اللعبة إلى سابق عهدها. وهنا أيضا الصناعة أول المتقدمين والحدباء للشباب والرفاعي في الناشئين وبرايتي بطلا للسيدات. كانت هذه صباح الجديد، ننتقل إلى صحيفة محلية أخرى وهي الحقيقة. مشاهدينا، دخول الجمهور في مباراة الإمارات سيكون بنسبة 70%، وأعداد المنتخب الوطني سيبدأ في 10 من الشهر الجاري. بعد غياب لثلاثة مواسم، الهيئة الإدارية لنادي الكرخ تعلن عودة فريق كرتي اليد والسلة. أندية الصناعة والحطباء والرفاعي وبرايتي أبطال للمرحلة الأولى لدوري الدراجات العراقي. هذه الحقيقة أيضا في نفس الصحيفة في النسخة الثانية. الأمطار تؤجل مواجهة الحسم بين تونس والبوسنة في كأس ديفيز. برشلونة يوجه بوصلته نحو جنابري، وشكوك حول مشاركة رونالدو بديربي مانشستر. تشيلسي يتناسى همومه باكتساح بيرنلي. مشاهدينا، انتهت الآن معي قراءة العناوين، نبقى في الصحف المحلية في المقالات بعد الفاصل. إلى المقالات مشاهدينا، وأولها هذا المقال لصحيفة الزمان كما تشاهدون. سامر الياس سعيد كاتب المقال وبعنوان العقوبات الرياضية. سوية نسمع تفاصيل المقال. لم يكن أبرز المتابعين للأزمة الأخيرة التي نجمت عنها الحرب بين كلا من روسيا وأوكرانيا يدرك بأن نيران تلك الأزمة قد تطال الميدان الرياضي، إذ ضجت مواقع الإعلام والصحف المتخصصة بالإشارة إلى العقوبات التي طالت الجانب الروسي، والتي تمحور أبرزها بالإبعاد والعزل عن المنافسات الرياضية العالمية، مما يؤكد تدخل السياسة بالشأن الرياضي وبتر كل مهمة إنسانية قد يتيحها الواقع الرياضي ليحول الأزمات الناشئة إلى فرص لإحلال السلام والتسامح من خلال ما يرسخ بالذاكرة من صور ومشاهد تتعلق بتغلب الرياضة في أغلب الأحيان عما تتيح العلاقات الدبلوماسية والجلسات الدولية التي تعقد لحلحلة المشاكل وإغلاب صوت السلام فوق كل شيء. حينما كنت أتابع كل التصريحات التي انطلقت لتؤكد قرارات إبعاد المنتخبات الروسية عن ميادين الرياضة، استذكرت مواجهة بلدي ومنتخباته الرياضية من تلك القرارات وكيف كانت الحروب المتتالية، سواء الحرب الثمانينية وسنوات الحصار وإلى غيرها من الأزمات كالحرب التي انطلقت في مطلع التسعينيات وصولا لعام 2003 وما بعده، سببا في إبعاد جماهيره عن متابعة المنتخب خصوصا منذ فترة الثمانينات، وما حققه المنتخب من إنجازات كانت عبارة عن مباريات وبطولات بعيدة تماما عن الضفر بتشجيع الجماهير ومؤازرتها، مثل ما هو الحال حينما أبعد هذا المنتخب من توظيف عامل الجمهور والأرض وهو يخوض تصفية التأهل لمونديال المكسيك. وكيف استطاع أن يحرف مثل تلك العوامل لكي يحقق إنجاز التأهل لتلك البطولة التي كانت تتوالى كل أربعة أعوام لتتجدد الأصوات بضرورة معاودة الأحلام بالتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الثانية دون أن تترجم مثل تلك الطموحات إلى حقيقة واقعة، برغم أن بعض التصفيات أثمرت عن تحقيق حلم اللعب في العاصمة العراقية بغداد قبل أن تتحول تلك المباريات إلى ملاعب
أخرى. انتهى هذا المقال مشاهدينا. مقال آخر معي الآن في صحيفة الحقيقة للكاتب الصحفي الرياضي قاسم حسون الدراجي، وبعنوان هل ستحلق الصقور في سماء الرياض؟ مع علامة استفهام وتفاصيل أكثر نسمعها. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن السعودية ستستضيف مباريات جميع مجموعات غرب آسيا الخمس في دوري أبطال آسيا لكرة القدم هذا الموسم، وستستضيف أيضا العاصمة بالرياض مباريات المجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي حامل اللقب، إلى جانب استقلال دوشنبة القادم من تركمانستان والريان القطري وفريق سيصعد من التصفيات. وفي الرياض أيضا ستقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من مومباي سيتي الهندي والجزيرة الإماراتي والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي، وستقام مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كلا من فولاذ الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي والغراف القطري وأهال القادم من تركمانستان في مدينة جدة. أما مباريات المجموعة الرابعة التي تضم كل من سيباهان الإيراني والدحيل القطري وبختكور الأوزبكي إضافة إلى فريق سيصعد من التصفيات فستقام في مدينة بريدة، وستستضيف أيضا الدمام الواقعة في شرق السعودية مباريات المجموعة الخامسة التي تضم السد القطري والفيصل السعودي والوحدات الأردني وفريقا سيصعد من التصفيات. ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات في غرب آسيا في 7 نيسان المقبل لغاية 27 منهم، وسيتأهل الفائزون في المجموعات الخمس إلى دوري 16 إلى جانب أفضل 3 فرق في المركز الثاني، وستقام مباريات مجموعات شرق آسيا الخمس في تايلاند وفيتنام وماليزيا وبداية من 15 نيسان المقبل. وبذلك يكون القوى الجوية ممثلة للكرة العراقية إلى جانب الزوراء في حالة تجاوز الشارقة في تصفيات المجموعة الأولى، وهي مهمة صعبة على صقور العراق ولكنها ليست مستحيلة. انتهت المقالات مشاهدينا، ننتقل الآن مباشرة إلى أخبار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الأخبار المحلية، ونبدأها بهذا البوست والاتحاد العراقي لكرة القدم. مجموعة من الصور تفقد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال يوم الأحد ملعب المدينة الدولي الذي سيحتضن مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الإماراتي في 24 من الشهر الحالي، وأيضا بحضور عضو الاتحاد أحمد الموسوي ومدير الإدارية والمالية في وزارة الشباب شاكر الجموري وأيضا مدير دائرة الأقاليم والمحافظات طالب الموسوي. انتهى هذا البوست، ننتقل إلى آخر بوست لموقع وين وين مشاهدينا. وفدا رسميا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيصل بغداد اليوم الاثنين للتحضير لمباراة العراق المقبلة أمام الإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 22. قالت المصادر أن الوفد الآسيوي سيترأسه بافل لوزانوف مدير إدارة المسابقات في الاتحاد القاري بالإضافة إلى ممثل الاتحادين الدولي والقاري اللبناني بشير عبد الخالق وأيضا المنسق الأمني المعتمد السوري محمد مازن، وسيلتحق بهما المنسق الإعلامي ولم يتم تحديده حتى الآن. معرض الكرة العراقية مشاهدينا هو البوست الآخر معي. الاستعدادات جارية في ملعب المدينة الدولي تحضيرا لمباراة العراق والإمارات. أيضا بأخبار السوشيال ميديا والمواقع، صدى الكرة العراقية هذه المرة نشر هذا البوست مع هذه الصورة.
منتخبنا الوطني سيجتمع يوم 12 من الشهر الحالي في بغداد بتواجد اللاعبين المحليين، ومن بعدها سيصل اللاعبين المحترفين الذين تسمح لهم أنديتهم للمشاركة في مواجهة زامبيا الودية يوم 17 من ذات الشهر. شبكة الكرة العراقية هذه المرة. أمين بغداد علاء معن: مشروع ملعب نادي القوة الجوية متوقف من أجل المحافظة على منظر نصب الشهيد وعدم التأثير عليه، وسندرس الحلول البديلة من الناحية التخطيطية لمحافظة بغداد لإيجاد حلول مناسبة. موقع آخر هو موقع المحترفين. مشاهدينا، نادي قطر: بشار رسن يودع منافسات كأس قطر من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الغرافة بنتيجة 2-1 وبمشاركة كاملة لرسن في المباراة. من موقع المحترفين إلى نادي الشرطة العراقي. إذا مجموعة من الصور مشاهدينا، وعليها نقترب من إتمام المهمة. من نادي الشرطة العراقي مشاهدينا، نستمر أيضا بأخبار السوشيال ميديا ونادي الزوراء هذه المرة. الفريق يواصل التحضير لمواجهة الكهرباء الثلاثاء القادم ضمن الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز، والتي ستقام على ملعب التاجي في الساعة 3:30 عصرا. وقد عاد اللاعب أحمد فاضل للتدريبات الجماعية، بينما بدأ أحمد سرتيب ومهدي كامل تدريباتهم بشكل منفرد للعودة لصفوف الفريق بعد الوصول للجاهزية. من نادي الزوراء إلى موقع آخر وصفحة أخرى هي لنادي القوى الجوية مشاهدينا. جانب مصور من تدريبات فريق القوى الجوية استعدادا لمواجهة الميناء يوم الأربعاء لحساب الجولة 25 من الدوري الممتاز. أيضا بأخبار السوشيال ميديا، نادي أمانة بغداد مشاهدينا هذه المرة. وديا، فريق أمانة بغداد للناشئين بكرة القدم يتغلب على فريق شباب المجد بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب بغداد الكندي في إطار تحضيراته لدوري الناشئين. نادي أمانة بغداد انتهى البوست لهم، وننتقل إلى نادي الكهرباء مشاهدينا. ناشئة الكهرباء يجتازون الفحص الطبي بنجاح، وأيضا في مقر اتحاد كرة القدم اجتاز فريق ناشئة الكهرباء لكرة القدم بنجاح تام بعد أن استوفى جميع اللاعبين شروط الفحص والإجراءات المتبعة. وأيضا عبر الموظف المسؤول عن إجراء الفحوصات الطبية للاعبين في اتحاد كرة القدم عن شكره وتقديره لإدارة النادي والملاك التدريبي على التعاون والإنسيابية التي ظهر بها الفريق أثناء إجراء الفحوصات. ويذكر بأن فريق ناشئة الكهرباء يستعد للدخول في منافسات دوري الناشئين المزمع انطلاقه قريبا، حيث خاض الفريق عددا من المباريات التجريبية كان آخرها الوصول أو الدخول في معسكر تدريبي في مدينة النجف المقدسة استمر لخمسة أيام. من نادي الكهرباء إلى شبكة فيفا سبورت. منتخب إيران يطلب مواجهة منتخبنا الوطني بالصالات في مباراتين وديتين
على أن يكون مكان إقامة المباراتين في طهران. آخر بوست معي في أخبار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي هو معرض كرة السلة العراقية. مشاهدينا، محترف فريق نفط الشمال الأمريكي جيرمال جونز ينتقل لتمثيل فريق المروج الليبي. مشاهدينا، انتهى معنا الآن كل أخبار السوشيال ميديا. أجهز معكم الأخبار العالمية بعد الفاصل. مشاهدينا، ندخل الآن مباشرة بالأخبار العالمية بين الصحف والمواقع، ونبدأها بصحيفة ذا سان وبهذا المانشيت الكبير. روي كين ينتقد الأداء المخزي لمان يونايتد بعد عرض مرعب، ويطالب 5 أو 6 لاعبين لا يلعبون مرة أخرى أبدا. انتهى هذا المانشيت لصحيفة ذا سان. ننتقل الآن إلى المواقع. الآن معي موقع جول عربية مشاهدينا، وفيه رياض محرز لعب 11 مباراة ضد مانشستر يونايتد، لم ينجح في تسجيل أي هدف. في مباراته رقم 12 سجل هدفين، منهم هدف لن ينسى من تاريخ مباريات الديربي. محرز وصل إلى هدفه رقم 21 بقميص مانشستر سيتي هذا الموسم، اللاعب الأفضل في الفريق. أيضا موقع آخر وهو موقع كرة أونلاين مشاهدينا، بهذه الصورة المباشرة من المباراة ومن الملعب، غوارديولا والعشق الهجومي. من كوريا أونلاين إلى موقع آخر وهو كورا.com مشاهدينا، أنشيلوتي لو لعبنا ضد باريس بنفس مستوى مباراة ريال سويسداد ستكون أمامنا فرصة للتأهل، الفوز الساحق يعزز ثقة ريال مدريد. أيضا غوارديولا بهذه العلامة بلاز 3 ومجموعة من السمايلات باللون الأزرق مع علامة الحصد. آخر ما لدينا هي صحيفة لاجازيتا دالو سبورت مشاهدينا، وأيضا جاء فيها هذا المانشيت. هدف موراتا وضرب سيبيتسيا، يوفانتوس عنده 5 نقاط من القمة.
مشاهدينا الآن وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة، والشكر موصول لكل كادر برنامج جريدة ونت في الكنترول والأوتوميشن والمصورين داخل الاستوديو. مشاهدينا أذكر بإمكانكم متابعة برامج العراقية الرياضية والنشرات الإخبارية الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها يوتيوب وفيسبوك وانستغرام أيضا. شكرا لجميعنا، اللقاء.